Jawarafm.net. Nous sommes là où vous êtes. الستة وربعة على ستاسيون جوهرة FM. تحياتي على ميتي، مرحبا بالناس كل سهرة نبارة اللي حبونا اللي يكرهونا اللي تبعونا اللي يسمعونا اللي فيدال اللي عمرهم ما سمعونا، الناس اللي ديما مغرومين باللي براكاج ولا سيري دي براكاج على ستاسيون جوهرة FM. اليوم تقريبا مسك الختام من حلقات اللي براكاج الجمعة هذية، اثنين واربعة وجمعة الرونديفو كل عادة ديما من ستة حتى لثمانية مع ليكيب براكاج الكل، وفيف لسبري ديكيب ديما على ستاسيون جوهرة FM. اليوم في الكهرباء المزيانة تحفونا الجوهرة الكات فكات اللي غسلوها اليوم جديدة، صحة 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 ومحلها ريحتها تهب الكهرباء. دونك سي طارق عاشور الكاسكادور صحيح متاعنا، طارق عدى الكوب بروديكتور متاع الميسيون اللي ينسقلنا في برشا بركاجات ديما في الحلقات متاعنا. سي أكرم السيقجي مرحبا بي دونك كوتي كاميرا، وبي لي فيديو اللي تلقاوهم ديما على سيت كلهم سيني أكرم السيقجي الأيام هذوما. ميرسي بوكو ليك يا أكرم، وتجمو تدخلوا دونك على www.jrfm.net تجمو تلقاو الفيديو متاع البارح مع الممثلة سماح الدشراوي، وتجمو تلقاو كيف كيف الفيديو الكل. دونك ميرسي زادة كيف كيف سيرفيس ويب، وميرسي ليكيب اللي تخدم ديما باش تأمن لكم التغطية اللازمة والكوفرتور اللازمة. بي أنا وليت عندي هكا شوية سوبرستيسيون من الحلقة متاع نهار الخميس، ومع هكا لو نون متاع الكوارجية على خاطر الجمعة اللي فاتة أنا جي بريفي باش نبراكي كوارجي وجي تو، معناتها بريفي عملت التحريات متاعي الكل، عملت اتصالاتي الكل وبعد براكيوني انا. دونك اليوم لا اليوم سي سيغ ما فماش حتى ايفينمون على خاطر باش يبراكيوني. دونك ان شاء الله ليميسيون تمشي 5 سور 5 كيما خططت لها، باش نبراكي وجه رياضي. وجه رياضي معروف على الاخر، وجه رياضي من جينيراسيون اللي تعديت وقديمه وكبيره، والوجه الرياضي هذايا بالحق انا معناتها نحب نحييه برشا، وان شاء الله نتحصل عليه من بعد شويه على خاطر نعرف اللي الخروج نتاعو معناها قليل شويه، ما عندوش برشا خروج، معناتها ما عندوش برشا سيركولاسيون. دونك عملت برشا ايفور اكثر من العاده باش نجم نحصره في الكياس فرانشمون، خاطر دابيتود هكا البلايص اللي يتنقل فيهم ولا لي سيركوي اللي يتنقل فيهم قبل الوقت هذايا جينيرالمون بوتيتر حسب ما قال لي لونتوراج نتاعو، وان بلوس معناتها ديما تلقاه في بلاصه معينه يا صباح يا العشيه ما عندوش برشا سيركوي. دونك انا على كل حال نعدكم توت سويت ان شاء الله بعد شويه على ستاسيون جوهره FM نبراكي لكم وجه رياضي معروف، وجه رياضي بتتخ برشا ناس نسيته والا تتنساه ما نعرفش علاش، هو يستحق لوماج، يستحق انو نتذكروه لانه اعطى برشا النجم الرياضي الساحلي، اعطى برشا للرياضه التونسيه. دونك يستاهل انو اليوم في حلقه كيما براكاج اني نكرمو واني نحكي معاه واني نرجع الببليك نتاع سوسه الجمهور الرياضي، ونرجع الجمهور الرياضي التونسي للشخصيه هذيا وللبيرسوناج هذيا وللاج دور نتاع البيرسوناج هذيا. باهي بقاو مع الموسيقى، استنوني مرحبا ديما باللي كومونتير نتاعكم على استوديو جوهرة FM.net، مرحبا بتدخلاتكم معنا، نحب لي انتراكسيون نتاعكم الكل فيا فيس وعلى الفيسبوك الكل. ميرسي ليكيب نتاع الويدا حامد ونهد ونبيل، من بعد شويه تعديوا لي كومونتير نتاعكم الكل ويعطوني لي ابريسياسيون نتاعكم الكل. ومثال شرا وحتى كان تحبوا تنبروا مرحبا، باش نقرا التنبير قبل الشكر. دونك زي جو جو جو، مرحبا بكم معايا في براكاج حتى لثمانية، ليميسيون تاعنا نورمالمون توا بدات. كما على ستاسيون جوهرة FM نمشيو في الغوت توريستيك ورا سياره نورمالمون حمراء، توا كنمشيو ورا قاعدين نمشيو ورا تاكسي احنا، باه نحاولوا باش هكا نديرابيو شويه على تاكسي على اليمين ولا على اليسار على خاطر الكهرباء فاتتنا، ضاعت عليها شويه الكهرباء نتاع الكوارجي هذيا. دونك هي كليو نورمالمون كليو حمراء، الكهرباء هذيا ما لقيتهاش، ضاعت عليها شويه قدامي دو فواتور يظهر لي، لا نعرف سيري 153 لا نعرف سيري 157. باهي قاعدين نمشيو على الغوت توريستيك ان شاء الله ما ضيعناش الكهرباء. تونس 152 37 12 تونس 152 37 12 قدامنا سياره جولف، سياره الجولف كانت تعاوننا شويه، يا تبركي لنا سي لطفي الحسومي يا تقري لنا شويه على اليمين تخلينا نبركيو، باهي قالت لنا شويه على اليمين، ميرسي بوكو يعطيك صح. ميرسي نلحقوا على سي لطفي الحسومي اللي ما في بالوش ابارامون بالحكايه، يسوق في عقله ماشي في راحته. تونس 152 37 12 اي 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 فران شوكون لطفي الحسومي يعملوا في الكياس، نحاولوا باش نلقاو الفرصه المناسبه. ترى قلت لي توا قبل ما نوصلوا الرونبوان نتاع السماره، دونك فوالا جوستومون سي لطفي الحسومي نحاولوا انا نتوقفوها على اليمين، نحاولوا انا نبركيوه سي لطفي الحسومي ما فاهم حتى شيء.
حاجه انترمون بحوايج صغيره بعد ما نعمل في تحريات نتاعي باش نبركي لطفي الحصومي. لطفي الحصومي اللي هو لاعب النجم الرياضي الساحلي، لاعب المنتخب الفرنسي، مدرب اليوم. عطيت برشا للكرة في الساحل وعطيت برشا للكرة في تونس، وانا كي خممت في اسم كيما لطفي الحصومي يظهر لي اسم يستحق انه نستضيفه ونحكيه معاه على مدة ساعتين. سي لطفي الحصومي، قبل ما ندخل نحكي معاك في تفاصيل الكورة والكورة قبل الكورة اليوم والاجدار متاع الكورة واللاج متاع الكورة اليوم، اللي داولوهم الناس اللي قابلتهم الكل، وانا نحكي مع على لطفي الحصومي، يقول لطفي الحصومي شخص تالونتيو ما ملقاش حظه. انت تشوف روحك ما لقيتش حظك؟ لا، خاصة في الفريق بالنسبة للمساعد كان حظي، كنت معنا قائد الفريق وعلى بداية 14 سنة في السنة الأكاديمية. لقيت حظي بالنسبة للمساعد لكن في القومي ما لقيتش حظي كما يلزم لعدة أسباب مش لازم نرجع لها. فما جينيراسيون هي جينيراسيون تاعي انا ريتها، يعني اللي مولوده تقريبا في الثمانينات ما تعرفش اللي تشكون فما جينيراسيون معينه ولا اج معين هو اللي يعرف لطفي الحصومي. لي جون دوجوردي يعرفوا شويه الاسامي معناتها اللي يدور اليوم، معناتها بتدخل يعرفوهم ولا الاستوار نتاعهم ترجع توا من عماش يقولوا لهم الجان اجوردي لطفي الحصومي موجود في الكوره. بالنسبه لطفي الحصومي موجود في الكوره من عام 1970 لحد وين قدم، معنا من مواليد 1969 دخلت السن في المدارس النجم الساحلي من عمري 10 سنين وانت تو مدرب، دربت عدة أجيال لعبت من 79 ل 93، من 79 ل 93 14 سنة كامل و40 سنة في الكورة، معناها حاجة كبيرة برشا، معناها نكون أدينا الواجب الوقت. قالوا لي عليك أنت دامر وصاحب نكتة معناتها وسمباتيك وشخص شهلولي، يعني أنا الحقيقة يعني الجيل بتاعي رجع للارشيف ورجع للتسجيلات ورجع للتصاور ورجع للليفغ دور ورجع لليوتيوب ورجع لبرشا حاجات ورجع معناتها الناس اللي عندها تاريخ مثلا ليتوال وتاريخ ليكيب ناسيونال باش ينجم يعمل ان كيسام ولا يحضر انترفيو معناتها لطفي الحصومي. سي لطفي، الكوره البارح واليوم، علاش اليوم وانت تغزر للنجم الرياضي الساحلي وبعد نمشيو نحكيو شويه على ليكيب ناسيونال، شنو الفرق بين الجوار نتاع قبل والجوار نتاع اليوم؟ شنو الفرق بين ليكيب نتاع قبل وليكيب اليوم؟ وما خير ما خير حسب رايك انت لتوار قبل ولا اليوم؟ والله الساحلي تطور اكثر على المستوى، معنا الانفراستركتور تطور برشا بالنسبه للاعب الاول اللي تطور بسرعه من اللي كان يلعب قبل، بالنسبه للاعب لاعب نقبل في لي طالون في يعني الوجودات في اللاعبيه في كل فريق، فما لاعبين يعملوا الفرق تو، فما مجموعه تاع فريق ولا يعول برشا على المجموعه الكوليكتيف. بالنسبه للنجم الساحلي قبل كان فرقه برشا معناها اسماء كبيره، بالنسبه للفرق الكل في تونس كانت برشا اسماء كبيره، تو اللاعب واللي يمتاز اكثر بالسرعه حسب رايي، السرعه والماديات اكثر من اللاعب اذا يطلع لاعب ممتاز يضمن مستقبله كحد. معناها انت تقول كي جيت من جينيراسيون تاع اليوم ما نلقاوش كرامتك في اليوم، معناتها لو عندك كاريير ما نلقاش ولا عندك مثلا مرسيدس كوبي ولا بالنسبه لمتفي الحسوني، معناها حتى فتره خذا معناها حظ في الفتره هذيك خاصه في الساحل، كنت نلعب معنا في الفتره هذيا، ما فيش الفتره هذيا وفتره هذيا كان جاي على الفتره هذيا ممكن نروح عند الطياره الحمد لله. من بعد باش نرجع نحكي معاك سي
تقول شي لحسن باش نبركيك انا ثلاث ساعتين راه في بيركول شاشه كلها ها عندي عليك برشا ديزانيكدوت اليوم مجموعه اللي تخدم معاهم اليوم في السنتر يعني اللي تريني فيه قالوا لي سي لوتشي منظم كل يوم يجيب فطور معاه وفتنا مدرب لاعب نجم الرياضي الساحلي السابق ولاعب لاعب فريق الوطن التونسي اللي يستحق ان هوماج كبير باش نرجع نحكي معاه على الرياضه التونسيه باش نحكيو على الانترناسيونال باش نحكيو على الاتوال باش نحكيو على المسيره نتاعو لطفي الحسومي الناس اللي ربما ما تعرفش لطفي الحسومي اللي في اللاج نتاعي انا ما فما برشا كبار يعرفوه ناس مغرومه بالكره تعرف لطفي الحسومي دونك اسمعونا تابعونا ابقوا معنا راجعين بعد رجعنا لكم على ستاسيون جوهر اف ام احنا موجودين في سهلول الديستيناسيون تاعنا ايديال ديكور باش نتنقلوا مع السي لطفي الحسومي احنا في الكهرباء تويكا دونك مازلنا باش نحكيو مع السي لطفي على الباركور نتاعو المشوار السي لطفي يظهر لي كانوا اختصاصك الكور الثابته احكي لي على الكفران اللي في ماتش مع بنزرت زفر لك ما زفر لكش الاربيتر ما حسبوش من الاول كنت ماركيت وعاودت عاود زفر لك عاود ماركيت معناها شنو سبيسياليتي نتاعك كره ثابته دافيد بيكام تونس معناها والله كره ثابته هي معناها اختصاصي صحيح لكن عبر التمارين اللي كنت بعد كل بعد كل تمارين نقعد مع رضوان قويد الحارس نتاعنا ورضوان الصالحي ونشوت تقريبا 50-60 ضربة مخالفة وتعليش ركزت عليهم وكانت سبيسياليتي نتاعي وأي لاعب تجي تلقى عنده تمريرة طويلة في العمق تلقى عنده مخالفة ممتازة برشا ندرب عليهم برشا تعليش تحسنت فيهم وليت تسجل برشا أهداف والمخالفة هذه يذولي ضد السيوتية حسب ما نذكره ضد السيوتية شوتها وعاود لي الحكم قال لي لا ما صفرتش عاود شوتها ما لقيتها كانت الاختصاص نتاعي وأي لاعب يجب يطورها بالتمرين يحاول يتدرب في التمرين ومعناه يركز مليح وما يتسرعش ونشوت بال 70-80 مخالفة كل بعد تدريب كانش خديت عليها ولسجل في الهدف الإمكانيات في السبعينات في الكورة كانتش كاليوم البريم شهري الفلوس الاسبونسور معناتها الكونفور الراحة الاعتناء كل شيء معناتها ما كانش كاليوم وأفيك ساعة كنا ثم فرجة معناها كي ترجع للماتشوات القدم ولا تشوف ماتشوات القدم ولا الناس اللي يحكيوا على تاريخ الرياضة التونسية ثم فرجة قبل كانت في الكورة معناها كانوا ثم سيمي كبار كان ثم لاش دور متاع الكورة اليوم ثم كل شيء وما فماش فرجة معناها كي تتفرج وتحس من عام للعام الروندمان متاع ليزيكيب معاش فما فرجة معاش فما فرجة يعني متاع كورة فما جوست هكا إيكيب تحب تربح ولا تحب تمركي ولا تحب تهز معناتها الماتش بدو بوان ولا بان بوان لسنسان لما نربح هو كهو معناتها لسنسان عن المعدل العشرة نجيبه العشرة متاع الحاكم أما الفرجة يعني اللي بيش يدخل يتمتع يستمتع بالفنيات متاع اللعب وكل ما فماش صحيح بالنسبة للكورة متاع قبل كانت فيها النجومية كانت النجومية وكانت غايبة برشا الناحية التكتيكية وكناش كانت لاعبين
يقوم بالعمليه الهجوميه والرجوع نتاعو يكون بطيء. لكن كانت اسماء كبيره برشا في كل الجمعيات في تونس، وكانت لاعبين ممتازين معناها يعملوا الفارق في بين لحظه ولحظه، كيما عبد الحميد الرجال، كيما طارق بيهم، كيما التميم، كيما العقربي. تحس فما لاعبين ممتازين برشا، ما نذكرش الاسماء الاخرين، سامحوني ما نذكرش الاسماء كان هذوما. لكن تطور الكره ولات تطورت برشا في نطاق السرعه والماديات. أما اللاعبين اللي كانوا معنا قبل كانوا يعملوا فرجة، خاطر فنيين كانوا ممتازين برشا، بالرغم اللي ما كانتش فما مدارس تكوينية ذي، كانت لاعبين ملحوم كانت عندها الموهبة والدون والتمريرة الممتازة والقذف والتسديد الممتاز. حسب رياني اللي تبدل بين قبل وقتها هي الماديات والسرعة، حسب رأيي الماديات والسرعة هما اللي زادوا في الفوتبول تو، لكن كانت النجومية واللاعبين الممتازين كانوا قبل خير حسب رأيي. باش نحكي معك شوية سي لطفي على النجم الرياضي الساحلي، ومعناتها أنا نعرف أنه معناتها أنت وحكيت على الليكيب نتاع النجم الرياضي الساحلي، مانيش نحكي على اليوم، معناها وقت اللي سألتك على الأبوجي نتاع النجم الرياضي الساحلي ما كيفما كي الكورب، هي وقت اللي قلت لك وين وصلت السمام نتاع الكورب نتاع نجم الرياضي الساحلي على مستوى التشكيلة، على مستوى البريزيدانس، على مستوى الأسامي. وقفت في اللاج اللي كان فيه معناتها سيد عثمان جنيح هو البريزيدان معناها نتاع الاتوال، والاسامي اللي كانت تلعب في الوقت هذاك اللي هي قيس الغضبان وزبير بيا وعماد بن يونس وفريد شوشان والبكوش وكليتون وغيرهم، يعني الجمعيه هذه معناها حسب رايك انت الاتوال وفات لهنا وقفت لهنا وقفتش غادي، اما كان حسب رايي احسن على مستوى الاداء، كان احسن فريق معناها يقوم بأداء ممتاز برشا وانتصر، وشوفنا عدة مقابلات اللي نجم الساحلي أبدع في الفوتبول وفي معناها في الفوتبول ريفليشي، وكانت ملاعبية تكور مليح في الكورة، تكور مليح الحقيقة. عملنا جمعية 2007 ممتازة، لكن على مستوى الأداء أحسن فريق هو فريق اللي كان فيه زبير بيا وعزيزي، كان أداء ممتاز برشا وانتصارات كبيرة برشا. في 2007 مع معز دريس كيف معناها ليكيب زادة كانت باهية، شو اسمه نتذكر غزال وشرميتي وغيرهم، معناتها الأسامي معناتها باهية وجمعية زادة وصلت للسوبر كوب ليك تشامبيونز ووصلت اليابان، معناتها عملت روندمون وعملت معناها عملت أن بون روندمون صحيح. الفريق هذاك كان ممتاز، لكن في بعض المقابلات ما كانش في المقابلات كلها، من الفريق اللي كور فيه زبير بيا وخيس الغضبان كان على مدة موسم كامل، كان ذول نتفكر مقابلة انتصر فيها أربعة وكان مهزوم في الألية ثلاثة بلاش وانتصر أربعة أهداف مقابل صفر، كان أداء راقي على امتداد الموسم كامل. فريق الشرميتي وزوب والشيخاوي كان فريق باهي، لكن على مستوى الكوليكتيف ما كانش كيما الفريق بتاع زبير بيا حسب رأيي. اليوم شنو معناتها في تقييمك انت معناتها كلاعب سابق كمدرب النجم الرياضي الساحلي شنو ينقص؟ يلعب عقليه انه يحب يربح، والا معناتها ما ارسيناش عقليه انه نحن نحب نكون جمعيه كي دور، جمعيه معناتها عندها فنيات، جمعيه عندها الكوارجيه نتاعها صحاح نتاعها يعني كي ابارتيان معناتها للكيب، شنو ينقص الجمعيه اليوم؟ والله اللي ينقص الجمعيه هو بصمه المدرب حسب رأيي. المدرب يلزم البصمات تتحط عند نتاعو على الفريق على مستوى الاداء، معناه ما يجيش مدرب ويحاول باش يربح المقابله باي طريقه وانتصر وخذت ثلاث نقاط، لازم يكون عندنا فريق ممتاز يكور كره معناها كره ممتازه اللي هي معناها تبدا من الدفاع للوسط الميدان للهجوم، معناها هذا تاثير المدرب. المدرب هو اللي يخلي الفريق يكور مليح، والمدرب هو اللي يخلي الفريق يحاول باش يربح حتى بكرة ثابتة، يربح باش ينتصر باش يسكت معناها باش يسكت الحس نتاع الناس اللي برا في الشارع، انتصرنا دبرنا ثلاث نقاط. لكن النجم الساحلي فريق كبير ويزمو لاعبين ممتازين ويزمو مدرب كبير اللي يرد، خاطر عندنا لاعبين شبان ممتازين برشا مع جماعة الخبرة، عندنا نجم يخرج فريق ممتاز برشا اللي يكور كرة وينتصر في برشا مقابلات معناها بالأداء وبالنتيجة. معناها انت تخمم كي تحكي على الاتوال نحسك تخمم في ديوري دفي نتاع الجمعيه، نحسك تخمم في الجمعيه لونتيرم معناها
ما نحسكش تخمم في اليوم هكا الجمعيه عندها غريب ولا عندها شويه سخانه تعطيها شويه دواء تقوم لاباس والحمد لله سبا دونك تخمم في ثيرابي بروفوند صحيح بالنسبه للنجم الساحلي لازم الواحد التخمم نتاعو على لون تيرم يعمل فريق اللي معناه ظهير ايمن ممتاز ظهير ايسر ممتاز لاعبين في الـ في الـ في معناه في العمق الدفاعي يكونوا يخرجوا الكره صحيحه وسط ميدان اللي يبني الهجمه ممتازه ومهاجمين اللي عندهم الفنيات معناه لازم فنيا الفريق يكون ممتاز على جميع المستويات معناه خاصة فنيا في التمريرة في الترويض في التسليم والاستلام في الكرة هذوما أشياء اللي يردوا الفريق يكور مليح وينتصر خاطر إذا تكور مليح لازم تنتصر تجم تخسر في مقابلة زوز أما على امتداد موسم تكون أداء ممتاز وتنتصر كما نقولوا احنا اللاعب يزم يتكون من الصغرى كما نقولوا اون بليش با لو جوار غاني لو ماتش ما نلزموش مي اون لوي ابرون غاني لو ماتش لازم نحفظوا الادوات اللي ربح بهم الماتش هي الامور الفنيه لازم التركيز على الشاب من 7 سنين حتى ل 15 سنة على الامور الفنيه هي الترويض هي الاستلام والتسليم هي اللمسه واحده هي التمريره في العمق هذوما اشياء اللي بيقول لي عندك فريق يكور مليح ويربح المقابلات اما سي لطفي تو انا ما نحبش نقعد نحكي كان على توال معنا تشوف انه المشهد الرياضي بصفه عامه يعني المستوى الفنيات والفرجة كما كنت نحكي معك بلا يستفبلي مش كان في الاتوالة كهو في تونس كاملة معنى تكي تشوف انت في جمعية كبيرة كما مثلا نادي رياضي صفاقسي كما الترجي زادة كيف كيف حتى وكان بقات الترجي هي مثلا في التيت نتاع الشامبيونا ولا غيره ولا غيره معناها المشهد الرياضي يعني الفنيات والفرجة نقصت اضعافت في بارتو من بنزرت البندردان هذه خطر من الأسباب هي عدم تكوين الملاعب على أسس صحيحة خاصة من الناحية الفنية الملاعب اللي يلزموا تمريرة في العمق تكون بريسي ودوزي نشوفوا في ديشي تكنيك ونشوفوا تمريرات خاطئة ذاك يأثر برشا على المردود متاع اللاعبين في التيران وذاك اللي ما يخليش يكون عندنا ملاعبيه ممتازين اللي يصنعوا الفرجه باش الجمهور يطلع يتفرج على نفكر في الثمانينات كانت مقابله لعبناها ضد فريق سيفك الحديد الصفاقسي اول مقابله في الموسم في الليل لعبناها استاد يرفع 12000 فيها 12000 كانت الناس تطلع تتمتع بالكوره توا نشوفوا معناها ماكينه بتاع ملاعبيه زوز لاعبين على الرواق الرجوع يخمم كان المدافع معناه يدافع وقت اللي عنده الهجمه ما يحاولش ياخذ الريسك ويمشي يهاجم خاطر مؤهلاته الفنيه ضعيفه برشا ما تكونتش ساعه. انت معناها كلطفي الحسومي كلاعب سابق بالخبره نتاعك وكمدرب تشوف مع تشبيب الفرق التونسيه مانيش نحكي كان على توالا كهو معناها تشوف انه باهية الفكره نتاع تشبيب الفرق التونسيه ونعطيهم الفرصه ونخليهم يخدموا ونعطيو الوقت للمدرب باش يخدم ولا لا يلزم الجمعيه تكون عندها لي كافاليه صحاح نتاعها لي بيون صحاح جو سي با اللي تجيبهم لبرا اللي الاسامي اللي تستحفظ عليهم الناس اللي تنتدكهم الناس اللي تعمل معهم كونتراتويت معناها اسكو تشوف انه الجمعيه اسونسيلمون لازم يكونوا فيها دي بروفيسيونيل معناها محترفين سواء في تونس ولا لبرا والا مع تشبيب الفرق التونسيه وحنا ماشيين تو مثلا الاتوال فما عمليه كبيره نتاع تشبيب معناها في الاكيب صحيح بالنسبه للفرق الكبيره الفرق الكبيرة ديما تلعب على مستوى الأداء ومستوى النتيجة وذا يجي خطر عندك لاعبين شبان ممتازين في النجم الساحلي وتزيد عليهم جماعة الإكسبرينس اللي عندهم الإمكانيات واللاعب الشاب اللي أنت تفيق به معناه اللي عنده مؤهلات باش تلانسيه نشوفوا علي البريقي في النجم الساحلي نشوفوا حمزة العقربي في النادي الإفريقي في الترجي المحيرسي والمساكني فما عدة لاعبين ممتازين في الفرق الكبيرة لكن مع هذا الفرقة دي تلعب على الألقاب والنجم الساحلي قادر باش يولي فريق كبير خاطر عنده عدة شبان قلت لك ممتازين ومكونين صحيح وحسب رأياني الأداء مع النتيجة تجم في الفرق الكبيرة تاخذ لاعبين ممتازين على مستوى الاحتراف من طراز عالي باش يعطيوا الإضافة ما نحاولش ناخذ لاعب باش نجيبه باش نعطيه الماديات ونحاول نخليه يلعب في المقابلات الكل لكن فريق النجم الرياضي الساحلي عنده من الامكانيات باش يولي فريق كبير الخدمه والنتيجه والاداء حسب راي الاداء هو يجيب النتيجه نحس هكا حسب فهمت من كلامك شويه ما نحبش نحرجك ياسر انا مش نسالوا لك سؤال سي لطفي معناتها انا ديما نحب نسال راهو معناتها ما تقلق مني لا تفضل انت معناتها حكيت دون ان سونس بوزيتيف معناتها نحسك وكانك راضي على التشكيله نتاع ليكيب يعني على مستوى الكوارجية معناها قابل عقلية التشبيب وإدخال العناصر اللي ربما يجموا معناتها يكونوا صغار إتسيتيرا مع المحافظة على العناصر القديمة اللي عندها الإكسبيريونس أما نحس عندك شوية احتراز ولا موقف ولا ما نعرفش من التدريب ما نعرفش ماهوش عاجبك سي منظر الكبير لا مش عاجبني خونا منظر
كنت ندرب في فريق الأمال، كان نتكلم وقال اللي النجم الساحلي ما عندوش لاعبين يجمو يلعبوا في الأكاب في باور أساس، لوم تعليه أول لاعب طلع رامي البدوي اللي ما كان حتى لاعب حتى سيبورتير أعطاه الشانس باش يجم يلعب في النجم الساحلي ولا فريق قومي، علي البريقي ولا يلعب، خالد يحيى ولا يلعب، عدة لاعبين شبان إذا مدرب يأمن بيهم يعطيهم فرصة يجمو ياخذوا ثنية ويكونوا لاعبين نتاع مستقبل كبير برشا برشا. اللاعبين هذوما موجودين في النجم الساحلي من صنف الأداني ومن صنف الأصاغر اللي عندهم الإمكانيات باش يجمو يلعبوا، يلزم مدرب اللي عنده الفلير اللي يفيق بالملاعب هذايا ويعطيه الفرصة نتاعو. والحمد لله معنا ورا النجم الساحلي عنده عدة لاعبين شبان اللي يجمو يضيفوا برشا حاجات للنجم الساحلي ومستقبل كبير للنجم الساحلي ان شاء الله. من شلون بكري في التصريح قلت لي نجم الرياضي الساحلي يلزم مدرب كبير؟ لا مدرب كبير انا نقصد معناها اللي يعطي فرصة للشبان هذوما، ما نحاولش نعول على لاعبين اللي ما عندهم حتى إضافة في النجم الساحلي. حسب رأيي برشا لاعبين ما لازم نذكر الأسماء اللي ما عادش عندهم مكان في النجم الساحلي، وعندنا لاعبين اللي جايين وراء لاعبين شبان كيما حمدي النجاز كيما أمين بن عمر، عندنا لاعبين ممتازين اللي ياخذوا فرصة وتنحالهم الرهبة الأولانية نتاع صنف الأكابر ويلعب بمقابلة اثنين ثلاثة وياخذ ثنية نتاعو، ونقولوا عندنا لاعب يلزم المدرب اللي عنده الفلير باش يشم يعطي فرصة للاعب هذا الشاب. مازلنا مع سي لطفي الحسومي مش نحكيو على ليكيب ناسيونال، واحنا عندنا البرازيل 2014 دونك المنتخب الوطني التونسي سي سور دونك باش يكون حاضر بتشكيله باش نحكيو. هل ترى زعما المنتخب الوطني التونسي نتاعنا اليوم في تشكيله قادره انه تلعب في ليكيب ناسيونال؟ نجمو نرفعوا العلامه التونسيه ونكونوا حاضرين في المدارج باش نشجعوا ونخرجوا الجرينتا نتاع تونس والا لا؟ هذا سؤال بعد شويه جاوبنا عليه سي لطفي الحسومي. سي لطفي الحسومي علاش خايب على ليتوال اليوم؟ علاش راجل الخبره نتاعو هو والاكسبيريونس نتاعو هو غايب؟ معناتها ما نعرفش غايب حتى في الاعلام شويه، معناتها ما نعرفش في التحليل في التعليق في ما نعرفش في يعني غايب حتى اعلاميا سي لطفي الحسوم. هذوما سؤالات الكل بعد شويه جاوبني عليهم بعد الاخبار. احنا الديستيناسيون نتاعنا ايديال ديكور، وعنا ما نتفرجوا في ايديال ديكور اليوم. مش لازمك تعمل شوبينغ سي لطفي الحسومي، تستاهل الحقيقه التكريم، تستاهل انه نحكيو معاك وتستاهل انه نتعلموا منك برشا حاجات سي لطفي اليوم. دونك جوست بقاو مع الموسيقى، بقاو مع الاخبار، راجعين بعد شويه. احنا في ايديال ديكور موجودين في سهلول، مرحبا بالناس كل. مرحبا بكم معنا سي لطفي الحسومي، مرحبا. شو حوالك؟ الحمد لله لاباس. يا بي احنا موجودين في ايديال ديكور في سهلول، محلاها ايديال ديكور ومحلاهم الديزاين اللي عندهم ومحلاها الموبيليا ومحلاهم لي زوبجي. بالحق بحبا سي احمد زيتوني. سي احمد زيتوني مغروم بالايتوال نلقى عنده مع كل شيء هكا حلو في توريست ومزيان وفما دي ديزاين مزيانين بالحق وكوليكسيون حلوه جديده. شنو اكثر حاجه عجبتك سي لطفي؟ فما برشا حاجات ممتازين برشا، بين الحاجه اللي عجبتني لي تابلو باس دونك خير كوبينون بدير فوتوريست كيما اللي في مسلسل لميس هذيك الكبيره المزيانه. انت قلت لي خاتيني المسلسلات التركيه نحب التابلو باس دونك دي تابلو باس بالحق مزيانين محلاهم هكا في النوار حلوين على الاخر. حلوين برشا وبارك الله فيه، وعنده حاجات اخرين ممتازين برشا ان شاء الله ربي يعين الجميع خاصه ان شاء الله. دونك نرجع نحكي معاك شويه واحنا مازلنا موجودين في ايديال ديكور في سهلول. دونك تجمو تجيو تعملو هكا دورة تعملو طلة تشوفو سي لطفي الحسومي وتشوفو زادا لي ديزاين الجدد. بعد طلة نرجع نحكي شوية مع سي أحمد الزيتوني مع الكريز هذايا نتاع الإضرابات والكريز نتاع الخدمة اللي داخلة فيها البلاد. دونك منعرفش خدمة طالعة شوية ولا في نازل. سي أحمد ديجا بحذاك شنيا الأمور؟ نحب نسأل المواطنين أنا شنيا أحبالهم، الناس اللي رجال الأعمال، الناس اللي تخدم، الناس اللي تبيع، الناس اللي عندها هكا مشاريع. قلت شوية برشا أظهر بيت في المسيح في البلاد إن شاء الله تعدل على الأخير إن شاء الله نحن. فما هكا نحس هنا لديزاين بين الكلاسيك ومدارة، معناها فما حاجة سبيسيفيك هكا بخواب لديار ديكار معناها؟ والله حاجة عاملين هذه حاجة معناها كما نقولوا خاصة بيا، معناها موديل خاص بيا
الالوان التمشيات صالونات عندي ديكور زاد انا لومبادير هذوما خاصين بيا معناها في فيلم وحدي حاجه اوريجينال حاجه بارتيكولير بالحق تحس حاجه هكا تحس يعني دي تروك بارتيكولير يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر سي احمد زيد اي صحيح حلو ايديا الديكور عجبني دونك اول مره ندخل وفرانشمون فما حاجات حلوين مرحبا بكم كلكم مرحبا بكم في التعرض نتاعي هنا عندنا جديد شاب كوليكسيون 2013 موجود مرحبا بكم الكويفر حتى في الموبيلي خارج السنه اي خارج عندك دي سالون هكا في الكويفر والمارون فريمون بالحق حلوين على الاخر موجودين هذه توا اخر معناها الموديل 2013 هذا اللي خارجين توا تيك صحة سي درك نجا نحكي مع سي لطفي الحشومي دونك ان شاء الله مبروكين عليك لي كابل باس سي لطفي وموا ان تي سوفونير تتذكر بيه جوهر اف ام عندك ان سوفونير تتذكر بيه ليتوال سوفونير حتى مشكلة صارت في 93 تو انا شايف نفسي تهموني في عام ماتش باريس هذيك فحزت في قلبي لحد الان ما نسامحش الناس اللي عملتها ما نسامحهمش تفاصيل الحكايه هذه من حسك ما تحبش تدخل في التفاصيل ما انا نحب نعرف الحقيقه من والله كنا هزمنا في دور نهائي امام الترجي كانت تهمه طلعوها عده معناها جماهير شرد ما يهتموش بالنادي الساحلي قالوا لطفي الحسومي بعد ماتش هو عماد الجوري وعملوا حتى في فيلم النجم الساحلي قالوا حطوا الحسومي كيف تهمت بالتلاعب في مقابل الطرف لا راوا الاهداف لا راوا حتى شيء حسب رأيي اللي قلته وحاسه في نفسي ما سمحش الناس اللي عملت في الفيلم اللي اخرجوا مختار العجيمي على نجم الساحلي نعم في الفيلم وحطوا معناها كارير لطفي الحسومي لخصوها في جمله كيف تهمت بالتلاعب في ماتش الطرف هي فاعل حسب رأيي فاعل وما نسامحوش نهار يوم القيامة ما نسامحوش لا هو ولا غيره نحسك خاطرك موجوع شوية من الإيطالية نحسك مش من وكأنك ما تمش إنصافك وكأنك ما خديتش حقك و... مش من الإيطالية من العباد اللي خدمت في الإيطالية اللي حبوا يوصفوا لي الكاريير نتاعي والناس تعرف الكاريير اللي في الحسوم نظيفة ونعرف روتي الحسوم مش عطال النجم الساحلي متأثر برشا سيبوتش في النهار متأثر برشا خاطر حازة في نفسي فيلم توا الشباب اللي يتفرج على فيلم يقول لطفي الحسومي يلعب الكورة وين الكورة أو تيمون مقابلة اللي باع ماتش توا حازة في نفسي وأنا قلت لك ما سامحش الناس اللي عملتها ما سامحهمش نرجع نحكي شوية معاك سي لطفي ساعة قبل ما نرجع نحكي في الانترفيو أنا وقت جيت هنا لديال ديكور في سهلول نلقى سي أحمد زيتوني عنده أون كوليكسيون على البيرو نتاعو فيها تصور نجم الرياضي الساحلي تقريبا في الخمسينات هذول زاد ولد اكرم السيفجي وانور السيفجي عنده تصور من نوع هذايا وموجودين عنده حاجات يعني في الارشيف نتاع ليتوال وفيهم ليكيب عمليه شتيلي وغيره وغير موبو وغيرهم جيل ممتاز برشا في العهد نتاعو معناها في الوقت نتاعو كان ممتاز برشا الشتالي الحبيب موب وعدة لاعبين ما استحضروش بشير الجربي بروي اللمطي الله يرحمه وعدة لاعبين كانوا ممتازين في النقطة نتاعهم وعطوا للنجم الساحلي وجابوا كؤوس وجابوا بطولات. ما نحبش نرجع لك انت علاش اليوم غايب معناتا في النجم الرياضي الساحلي ما نعرفش اختيار منك ولا تم اقصائك ولا ما نعرفش اظن تم اقصائي من النجم الرياضي الساحلي حسب رايي خدمت واعطيت اجيال ممتازه كريم حقي وبلبولي ورضوان الفارحي عدة لاعبين ممتازين كان معنا كنت معنا نشارك في في في, في اعطائهم النجم الساحلي في الاكابر حسب ربي يعني معنا مقصي من النجم الساحلي ما خديتش حد يكون في النجم الساحلي المدربين كل دربوا النجم الساحلي كان لطفي الحسوس وحازه في نفسي تو حازه في نفسي ماذا بيا ندرب النجم الساحلي ونعرف روحي نضيف النجم الساحلي برشا حاجه الحضور نعرفش الاعلامي ما عندكش حتى حضور اعلامي ما عندكش في معناها غايب على الميديا غايب في التظاهرات الرياضيه الكبيره غايب على التلفزه غايب على التعليق التعليق مش دون لوسونس انك تعلق على المقابلات يعني التعليق على المقابلات معناها على التحليل الفني غايب على البلاتو نتاع الراديو ما نعرفش رومي الغياب هذا زاد اختياري منك انت ولا لا اختيار مني انا ما نحبش نظهر برشا حتى الكرة بتاعنا تعب برشا يعني
ثم برشا محللين وبشوف المحللين برشا، واني ما نحبش نظهر برشا في الاعلام كيكا من طبيعتي، ما نحبش روحي ثاني بتو فما مقابلات تاع نجم الساحلي ما طلعت لهمش، ما طلعت لهمش على خاطر ما نحبش نظهر اني جاي باش نتفرج على نجم الساحلي ولا في جي واحد يعمل عليا مزيه يدخل لي الاستاد كيكا بطبيعتي ما نحبش نظهر برشا. تبع المقابلات تاع النجم الساحلي تبع تلفت لي بزاف شوف يتعدى وما يتعدوا الماتش تبع النجم الساحلي تبع ونجم حتى على النتيجه بالرغم اني ندرب في وقت اللي النجم الساحلي بدا يلعب نهار الاحد وانا ندرب ماضي ثلاثه الخدمه نتاعي ندرب ما يساعدنيش باش نخش على التدريب ونمشي نتفرج على النجم الساحلي، اما نتبع الاخبار نتاعو وعندي فكره كبيره برشا على النجم الساحلي. وانت تتفرج يعني ك كلاعب كمدرب شنيا رمال لو بور اي لو كونتر نتاع ليكيب سور سور تيران تشوفها ايكيب تجم بدات الشامبيونا ديجا ايكيب تجم توصل للي فينال نتاع الشامبيونا ايكيب تجم تهز مثلا البطوله ولا تجم تهز الكاس اليوم تجم تنافس جمعيات كبيره تجم توصل حسبرايني تجم توصل خاطر عندنا عده لاعبين ممتازين الفايده في اختيارات المدرب في التشكيله وفي اللاعبين اللي يجمعوا يعطوا المقابله خاطر عندنا جروب مزيان برشا في النجم الساحلي وقادر باش يلعب على البطوله والكاس. ما نعرفش سي لطفي ديما نرجع ونقول انه انت ربما ما لقيتش حظك يظل شويه من الحنه وشويه مرتبك اليد شويه ربما من الناس اللي استضت في الماء العكر لطفي الحسومي وشويه منك انت فابل معناها خليت ما تو بيسي لي طوندار وهربت واخترت انك تبع زيد انت راهو سي لطفي نحسو اختيار منك انت زيد راهو صحيح شويه من الحنه وشويه من شويه مني وشويه من الناس الاخرين اللي كنت نستنى كنت متحمس برشا بالتدريب في النجم الساحلي باش ندرب ناخذ فرصه كيما خذيتها عده اسامي باش نجم نذكرها ونعرف روحي كنت نجم نضيف النجم الساحلي ما خذيتش الفرصه وليت ايست زي معناها ايست وليت خذيت تدريب الشبان في تونسيانا حسب رايي يعني اختيار مني يعني صحيح يكون هو شويه من حنا شويه مرتبط لي حتى اني ما بذلتش مجهود باش نقعد على الساحه الكوره دي في تونس لازم شكون يمشي يحلل ويضرب بالتلفزه ويضرب باش الناس تلبي له الرغبه نتاعهم. هو الانسان لازم يسعى شويه معناها لي زومبيسيون نتاعو الحاجات اللي يحب يحققهم ما تعرف سي لطفي اليوم فما حد يدغدغ عليك الباب ويقول لك اجي راهو درب ولا اجي اخدم ولا اجي تفضل بربي باش تحلل ولا معناتها ما نعرفش كما يقول المثل الفرنساوي ربما لوان دو كور لوان دي زيو معناتها تبعد على شويه ينساوك العبيد. صحيح بعدت برشا بعدت برشا بالنسبه للنادي الساحلي دربت فيه الامان ودربت فيه الاصابع ودربت فيه الوسط وهزينا القاب واعطينا بصمه لكن حبيت ناخذ فرصه في الوقت البريود بتاع كريم حقي اللي طلعت معاهم في سن الامان وباش ناخذ فرصه يا اخي ما خديتش الفرصه هذيك وليت ايس الحقيقه. والتدريب في تونس يلزم شكون اللي عنده معناها الحضور اكثر وشكون اللي يمشي ويتكلم على روحه وانترفيو وتلفزه يعني ما نهضرش الحقيقه. ثم برشا ناس حبت تعمل انتيغراسيون ولا حتى تحب تعمل انتيغراسيون والا هما ديجا موجودين ربما جراو خاطر الفلوس معناها جراو خاطر بوغ اغاشي دي كونترا معناها خاطر كي نحكيو على جمعيه كما نجم الرياضي الساحلي ولا كما غيرها كما الترجي ولا كما سيا ولا كما سبيكس ولا غيرها جمعيات فيهم فلوس معناها يجمعوا مثلا واحد يلا غاش ان كونترا نتاع تدريب ولا يساعد مدرب ولا مثلا لاعب ولا غيره ولا غيره معناتها يدبر فلوس. انت وقت خممت في نعرفش في التدريب خممت في الفلوس معناها شنو؟ خممت وليش معناها بريء ياسر خممت كان يعني في الروندمون وفي الايماج وفي الكارير وفي الملاعبيه وفي خممت باش ندرب النادي الساحلي نحب ننجح بيه وبعد تجي لي فلوس حسب رايي ومن تو النادي الساحلي حتى باللي باش يعطيني باش نرضى بيه اما حبيت ندرب باش ناخذ الاسم باش نعرف نزيد اضافه للنادي الساحلي يرد عندنا فريق يكور مليح كوره المدربين تعداد النادي الساحلي يخم باش يربح مقابله وفي تونس تربح مقابله الفوق تخسر مقابله تولي ماكش باهي حسب رايي حبيت ندرب النادي الساحلي وبالنجم الساحلي لازم ناخذ برشا فرق. الموديل ولا الاكزامبل اللي حكيتو على نجم الرياضي الساحلي انا من رايي يظهر لي انه معناتها ماهوش اكسكلوزيف ولا حصري كان على تويتر معناها هو الموديل اللي قاعد مالوغوزمون معناتها موفي كلوناج استنساخ سيء قاعد يدور في جمعيات الكل في الاتوال ولا في السفيتس ولا في الجمعيات الكبيره وغيرها 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 انه ديما نحبوا نلعبوا بعقليه ربح ما حناش نلعبوا بعقليه التكوين معناها انه قاعدين نعملوا في فورتيفيكاسيون باش نصنعوا جمعيات
مانيش نحكي كان على علاش بلاد الساحل نلعبوا كيف كيف راهو مع الجمعيات الكل تلعب باش تربح تحبي ماركي بونتو ولا زوز ولا باش ينزل ماتش باش معناتها تور كنت لو ماتش معناتها باش نربح الكوب ولا شامبيون ولا غيره العقليه هذه اللي تخدم بها الجمعيات تشوفها هي العقليه تخدم بها ليكيب ناسيونال اليوم والله بالنسبه للكره ككل في 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 الفرق وفي الفريق القومي احنا الفريق القومي بتاعنا يلعب يحاول باش ما يخسرش الماتش يحاول يركز برشا من الناحيه التكتيكيه وما يخليش المساحات وبعد كده يجب يخلق فرص باش يسجل ماهوش الفريق القومي التونسي باش يعمل البصمه نتاعو باش يفرض الكولور نتاعو واللعب نتاعو خاطر ما عندناش اللاعبين اللي باش تعمل هي الفارق باش تربح الجمعيه باش تحاول تخرج التمرير الممتازه عندنا فريق ديما يقبل اللاعب يسكر مليح ويلعب الكونتر ما عملناش فريق اللي هو يفرض كولور نتاعو ويلعب اللعب نتاعو ويجيب الخطف ديما عندنا فريق تسمع في المحللين الفريق التونسي ممتاز من ناحيه التكتيكيه ما يخليش المساحات ويلعب الكونتر ويجي يسجل ما يخليش المساحات احنا لازم نعمل فريق هو اللي يصنع اللعب باش يسجل الاهداف هذا حسب رايي المشكله هذايا هو التكوين اللاعبيه من الصغرى باش على اسس صحيحه باش يولي عندنا فريق قومي ممتاز ويمشي باش يربح اون ايت بلوز او موان دي ريسبتور سور تيران نسكروا الجول نتاعنا اما هوني با دي جينيراتور ماحناش دي موتور معناها بالضبط احنا ماناش لاعبين نخلقوا الفرص عندنا لاعبين اللي ما يخليوش المساحات يضغطوا على المنافس ويصبروا برشا في الكره وبعد تجيش كونتر كره ثابته يسجلوا بها الهدف هذا كان المشكل هذا الكل في عدم تكوين لاعبين على اسس صحيحه من الصغرى حسب رايي يعني الفلسفه نتاعي اللي تربيت عليها وعرفت لازم تكوين لاعبين من 7 سنين حتى ل 16 سنه تكوين من الناحيه الفنيه هي الاستلام والتسليم الترويض الممتاز التمارين الممتازه في العمق التمارين الدقيقه هذوما اشياء اللي لازم تولي عندك لاعبين تجي تصنع بهم لعب وتربح برشا مقابل وهذاك علاش ما عندناش فرجه سي ما فماش فرجه خاطر هذه النصائح تاع المدربين للفريق للاعبين ما تجازفش سكر مليح الميزات اصبر شويه توجينا كره ثابته المركي ولا لازم نتعلموا نعملوا اللعب باش نسجلوا اهداف ونوليو ننتصروا في برشا مقابلات ونمشيو الكوب دي موند ما سكروش نمشيو نلعبوا الكره باش نربحوا. انا مانيش باش نحكي في باوس لا باش نكون رياليست ما نحبش نحكي على ليكيب ناسيونال ونحكي على البرازيل 2014 وكانه تونس معناها باش تجي الكوب دي موند معناها فرانشمون نحب نحكي اسكو اليوم انت لطفي الحسومي تراش انه عندنا جمعيه معناتها في تونس ليكيب ناسيونال في تونس كي تمشي تلعب معناها في البرازيل تنجم تهز الدراب نتاع تونس على الاقل ويميريت ان ابلوديسمون معناها تشوف شكاكه معناها حسب رايي ديما الفريق نتاعنا القومي يلزم نحاولوا باش نتعداو البريمير تور اذا تعدينا دوزيام تور تسمى عملنا حاجه باهيه حسب رايي اذا تعدينا دوزيام تور تسمى عملنا اكسبلور وترى الفريق اللي ما مش قادر باش يجي يتعدى دوزيام تور سايب برشا على خاطر ديما تخمامنا نخافوا مش نجازفوا نخافوا ديما نسكروا كوب دي موند لا اذا عندك ملاعبيه كبار برشا تنجم تتعادل كوب دي موند اللي لعبته الجزائر في كوب دي موند 82 تعداوا الدوزيام تور وحرموهم التعديل الدوزيام تور خاطر المقابله اللي تلعب بين الاوتريش والمانيا اما عنده لاعبين ممتازين كيما مارسقان كيما بلوني كيما ماجر عنده عصات عنده لاعبين ممتازين عنده ايكيب مزيانه اللي حاربت الالمان وحاربت عده فرق كبيره. تفرجت في المقابله الوديه بين تونس وسويسرا في سوسا؟ تفرجت في التلفزه. الروندمون تاع ليكيب ناسيونال الجو تاع ليكيب ناسيونال ديما نرجعوا للمنطقه نتاعنا ونسكروا المساحات ونلعبوا الكونتر ما عملناش فريق معناها باش يمشي يربح سويسرا ديما تخمام هذا المدرب وهذه افكار المدرب تعديها اللاعبين يسكروا مليح المساحات ويلعبوا الكونتر هكاو انصوف معناتها انصوف الماتش بالضبط نحاول باش ما نقبلش اهداف ولازم نسجل نوفا ماتش نيو ليزيني ديما تخمام انا خوف ديما عندنا كرهبه من الفرق الاوروبيه وكان عملنا لاعبين ممتازين كيما يوسف المساكني في الهجوم نلقاو لاعب في الدفاع يكون فنيا ممتاز احنا ديما نخمو لاعب ما يطلعش لا رير لاتيرال ما يطلعش لا رير جوش ما يطلعش يسكر مليح ما تخليش المساحات اصبر شويه هذه هي كورتنا علاش بالكونتينيتي سي لطفي انت كلاعب معناتها كبير وقديم ومدرب علاش الكونتينيتي في ليزيكيب في البرا ما تموتش معناها علاش بالحق ما تموتش علاش تبقى الجمعيه ديما موجوده حتى يخرجوا اسامي كبار من الجمعيه يجيو اسامي اخرين ما معناتها حتى كي يخرج ما نعرفش انا اكس ولا ايكغيك ما يقلقش معناها ما يقلقش الجمعيه وما يضرهاش على خاطر المدرسه التكوينيه على اسس صحيحه البرا معناها يخممنا ب
يخليش ما يربطش الملاعب توكيما الفريق البرشلونة في إسبانيا. شوف البارحة لعبت في فريق لعب دوزيام فريق ثاني فريق معناه ملاعبين 18-19 سنة يلعبوا في كورة ممتازة برشا خطر التكوين نتاعهم على أسس صحيحة ومش امتحان نهار لحد بالنسبة لهم في الليجون مش امتحان يشوفوا الملاعب يسكي البروفيرس ولا فهمت كانش تكوينهم يكون ممتاز برشا من الناحية الفنية. إذا عندك فريق فني ممتاز في التمريرة في المراوغة في دقة التمريرة إذا عندك فريق فني ممتاز يجب يمشي بعيد. بارحة فريق ثاني بتاع فريق برشلونة 0-0 مع فريق ما عادش معاش كل لعب ما استحضرش تو اما لعب كورة مزيانة لاعبين 18-17 سنة يلعبوا في كورة ممتازة برشا خاطر فنيين خدموا مليح فنيين معناه مش يقول التعرير بالكورة هو اللمسة هو الدقة في التوزيعة التمريرة في الوقت هذوما الأشياء اللي يلزموا معناه يدرسوهم في المدارس متاعنا في تونس باش يطلع عنا جيل ممتاز باش كاينش تظاهرة كبيرة يكون ممتاز في اللاعب ويمشي يمشي جازم باش يسجل هدف. وقتهم كان عندنا هذا الكل كان عندنا حسب رأيي الفريق اللي مشى للأرجنتين كان فريق معناه ممتاز شوف عليه الكعبي جازف الهجوم شوفنا مختار سجل هدف طلع الهجوم نجيب أمير سجل هدف يلعب لاعب ارتكاز عندنا لاعبين ممتازين تميم بن عبد الله طارق دياب حمد العقلي هذوما كي تجبدهم تفكر الفنيات نتاعهم خاطر اذا ملعب فنيا ممتاز ما تخافش عليه يجم يعمل فريق قومي ممتاز برشا ما نعرفش يظهر لي زاد حتى الكوارجيه اليوم ولا معناتها لابور بسيكولوجيك بريزونس نتاع الكوارجي اليوم ماهيش كيما قبل معناتها انا تو كي نسمع نشوف نسمع في قضايا غريبه وكوارجيه شاكين جمعيه او كوارجيه مثلا معنينا قريب على الاعتصام معناها فهمت يخموا في لي رونمانت في الفلوس يخموا في الحقيقه معناها ما فهمش تخمام في الروندمون وفي اللعب وفي المريول اكثر من التخمام في حاجه اخرى يخموا في الفلوس والماديات فما باغ ما عندهم حق زاده ما نعرفش انا نسالك فيه انت سؤال معناها تشوف صحيح الكلام هذا ولا لا حسب رايي صحيح باش يطالبوا مستحقاتهم اما ما يطالبوش بالطريقه هذيك بالجريف وغيبان على التمرين 3-4 ايام وغيبان مقابله حسب رايي يلعب اللاعب وينتصر وبعد يطلب الفلوس نتاعو تو اللاعب واللي يحب الفلوس نتاعو باش يلعب وحتى باش ياخذ الفلوس نتاعو كي باش يلعب ما يعطيش الرونمون الكافي اللي بالفايده وهكا علاش يزر باش ياخذ الفلوس خاطر يعرف روحه ما يجي يخسر مقابله كيما يجي ما يتعادل ماهوش قادر باش يربح انا ناخذ اعطيني الفلوس نتاعي وتو ندبر راسي في الماتش نجم نربح نجم نخسر معناها ما تحسش اللاعبين اونيت يجي شونتاج مع جمعيته واعطيني الفلوس ما كانش ما نلعبش حسب رايي هذه فكره غلطه برشا والاحتراف تخلى قبل برشا لتونس على بكري حسب رايي يعني فما لاعبين تاخذ 15 و20 مليون في الشهر واللاعب نتاعهم تاع زوز ملايين في الشهر حسب رايي يعني احتراف تخلى بكري برشا شكون يعجبك من الملاعبيه اليوم؟ يوسف المساكن علي البريكي عنده مستقبل كبير تاع نادي بلاد الساحلي حمزه العقلي تاع النادي الافريقي برشا لاعبين ممتازين عم نستحضرهمش تو فما معز علولو في السي اس اس فما برشا لاعبين ما استحضرش الاسامي نتاعهم تو عندنا لاعبين ممتازين برشا خاطر كي نفكرهم فنيا ممتاز نشوفوا يوسف المساكن المراوغات نتاعو حمزه العقلي يلعب مدافع وكيفاش يجازف الهجوم ومدريبه هذوما فنيين ممتازين هذوما يجمع يعملوا فريق قومي ممتاز برشا مازلنا مع سي لوتشي الحسومي مازلنا في دير ديكور في سهلول تبقى شويه مع الموسيقى راجعين معاكم باش نحكيو بعد شويه على برشا حاجات على برشا امور تهم الكره وتهم خاصه النجم الرياضي الساحلي فوتبول اكاديمي دونك نشوف في هكا دو تيران محلاهم شوف في السنيور قاعدين يلعبوا يقولوا هذوما راهم يكونوا معناتها الاستاذ سي لوتشي الحسومي باش يلعبوا دي ماتش ولا باش يعملوا دي زونترينمون جمعيات هكا صحيح هذوما تقام الشركة يجيو يكري الاستاد ولا فريق من حومة يجي يكري الاستاد يحاولوا يكوروا يعملوا ساعة ونص بمبلغ كذا كذا يكوروا شوية يتفردوا فما السبت ولحد والاربعاء رانيو فيهم لي جون اساسا لي جون تاعنا اللي فورميو فيهم في السونتر تاعنا فما دي جون معناتها اللي واعدين معناها اوكي اللي فما ريسامون سي لوتشي من التشكيلة اللي عندك قد ايه عمرهم تقريبا يتدرب فيهم انت؟ والله ندرب فيهم عمرهم 11 سنة 2001 معناها عندنا عدة لاعبين ممتازين اللي باش نبيعوهم لبرشا جمعيات طالبينهم وعندنا لاعب جبناه كوناه هنا باش نبيعوه للنجم الساحلي
وطوى في معنا في اكتفاف كبير برشا باش يحاولوا يمضيوا العقد مع اللاعب هذا. ولاعب واحد تفكروا هذا اللاعب اسمه بهاء الدين، لاعب ممتاز برشا وتفكروا الاسم هذا. الأكاديمية معناها شو؟ تكوين الأكاديمية معناها اللي كنا نحكيو فيه الكل بكري، معناها لا فورماسيون دان جوار بروفيسيونيل. لعبي من 7 سنين نبداو نكونوا فيه حتى ال 15 سنة، وبعد نبيعوا لأي فريق نحاولوا باش نكونوه على أسس صحيحة وأسس عملية. نرجع لك ديما للاش دور، انت قلت لي نتذكر لي ماتش نتاعي الكل ونتذكر تقريبا هدفك الكل ومن بين التعريف اللي صار تواجدنا اوديتور يسمع فينا. قال لطفي الحسومي قبل كي كان يلعب يقول الكوارجي اصبغ تلقى القضيه قدامك، القضيه يلقاها قدامه هي الكوره. اسبوع كان ثم كونسنتراسيون معناها عند لطفي الحسومي في الـ في الـ في لي باس نتاعو. والله بالنسبه للتمريرات كنت تدربت عليهم من الصغر مع السي بورو سرحان، نتمنى له الشفاء العاجل اللي كونا مليح. حسب راني فما التكنيك دو فرانك، فن الضربه لازم غير لون تخرج، وهذه كنت متاثر برشا باللاعبين نتاع الانجليز في التمرير في العمر، كنت العزيز في التمرير بريسيزيون التكنيك دو فرانك. هذه التكنيك دو فرانك الواحد يتعلمها من الصغر تطلع عنده تمرير دقه تاع التمرير. دونك مهم برشا الريبيتيسيون سي بالنسبه للجون، لازم تكوين اللاعب هي في المعاوده في توري ليكزارسيس وتعاود له ويحاول يعاوده اكثر من مره باش يجي يشد التمرير اللي عملتها ويحاول يتعلم على اسس صحيحه. وقت اللي نرجع نحكي معك على النجم الهلال الساحلي كي نحكي على الاش دور، مع حسب تقييمك انت تحكي معناتها تقول كي نقولوا الاش دور مثلا في البريزيدونس حكيت معايا قلت له عثمان الجنايح كي حكيت معاك على الاش دور في التدريب حكيت لي على فوزي البنزرتي وعاد مجيد شتيلة وحكيت لي زاد على عبد المجيد شتيلة. صحيح هذوما ناس خلوا البصمات نتاعهم في الفريق النجم الساحلي، عثمان الجنايح في ناحيه التسيير وسيد عبد المجيد الجداني في التدريب وفي الكلام المعلومة كي وصل للاعب تكون معناها توصلت بأتم معنى الكلمة. فهمت شو اللي خلى شتيلي ولا جنايح ولا ما تنساوش في النجم الساحلي؟ فما برشا ناس جات بعد شتيلي جات بعد جنايح تنسيت ربما أنتو في الوندا نتاعهم ما عادش يذكرهم الجمهور الرياضي. عثمان جنايح سنوات، عم جيت شتيلي سنوات، أجيال بعد أجيال، ثم أجيال معناتها وقت لي الأسماء اللي تحكي عليهم أنت هو ما تولدوش. اليوم كي تقولوا جنايح ولا شتيلي معناتها يعرفهم ويذكرهم قاعدين داخل على الساحة، ما بعدوش على الساحة الرياضية. عم شتيلي حل في الجزيرة، عثمان الجناح مازال يسير مازال يعطي المعلومات والإضافة معناها من البلاصة نتاعها. أسبوعين موجودين على الساحة. أنت قلت لي شوية قلت لي بعدت برشا على عالم التدريب. صحيح شوية أنا شوية مرتبط في دين الواحد كيبعد يتنسى. أنا كنت فرحانة برشا اليوم لطفي الحسومي اللي عملت لك بركاش خاطر رجعنا معاك الفوتو نوار بلون بكري اللي شفناهم للإتوال. أنا بدي فرحت برشا كي تفرجت فيهم، تصور تفرجت في الألبوم كامل دونك تاع لي جوار تقريبا من الخمسينات تفرجت في معناتها في التصاور هذوما ودي كوبي دوريجين معناها ماهمش دي فوتوكوبي، حاجة معناتها إناديت حاجة عندها قيمة معناها تشوف فوتو دوريجين وأكرم السيرجي يعرف قيمة الفوتو دوريجين وقيمة بالحق الحاجة دوريجين سيرتو كيما هكاكا. دونك ما نعرفش فرحانة اللي حكيت معاك وفرحانة اللي عملت نوماج الملاعب المدرب كيف هو في الحسومي اللي شفت محبة الناس وشفت الناس ما نساوش الروندمون نتاع الحسومي سيغ تيران. روندمون شنو تقول جو سي با الجمهور الرياضي النجم الرياضي الساحلي اليوم والبروغرام زاد سي لاتو؟ يعني أول حاجة نحب نشكرك أنت خصيصا على البرنامج الممتاز هذا ورجعت الحسومي معناها الناس رجعت تسمع الحسومي. نشكرك برشا 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 على اللي عملته معايا وما نساوكمش، برنامج حلو برشا وان شاء الله في مناسبات خير ان شاء الله. بارك الله فيك. شنو تقول النجم الساحلي؟ النجم الساحلي ما ينساش لطفي الحسومي كلمه بركه.
شكرا ليك دونك ميرسي سي لطفي الحشومي. احنا مازلنا لهنا في ولا اكاديميين نحرفوا شويه باش نروحوا للكوليس وللاستوديو جاري. ميرسي طارق عاشور كوارجي صحيح راه طارق عاشور قوي في البركاج قوي في البركاج جوستومون راس الحربه يلعب كات كادو هذاك اوكي. انا مانيش مغروبه برشا بالفوت، انا لعبت باسكيت لما حال الفوت بعيد عليا. قاعد نتفرج في الرياضه الحقيقه باش نكون امينه، معناها نتفرج في الرياضه الاوروبيه وان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا فرجه في تونس باش الواحد يرجع يتفرج. ماشي سانسير معناها سي لطفي، معناها الحقيقه نشجع الدراب وتونس ونشجع ليكيب ناسيونال، لما الفرجه ديما نلقاوها ايور مالوغوزمون للاسف. ان شاء الله ترجع لنا الفرجه لهنا في تونس. ميرسي بوكو اكرم السيرجي، فيف لاسبري ديكيب. نتقابلوا ان شاء الله في دي رونديفو جدد على ستاسيون جوار اف ام. ديما معنا ان شاء الله الفيديو غدا تلقاوها على www.jawharafm.net. ا تري بيانتو، باي باي. ميرسي jawharafm.net. Nous sommes là où vous êtes.